مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. فوجعنا اليوم بخبر على لسان نقيب الصيادين المصريين السيد احمد نصار، بيقول ان في 32 مصري غرقوا في على الحدود الليبيه، ودول صيادين كانوا راكبين مركب، جه اعصار قلب المركب لم ينج الا 4، وقال انه بعد ما اتنقلوا للمستشفى وتم اسعافهم اتنقلوا للسجن. لما سالنا الخارجيه قالت ان هذه المعلومات غير مؤكده، ما زلنا نستوثق وتظل المعلومه غائبه. خلونا نبدا من البدايه في نقيب صيادين قفر الشيخ السيد احمد نصار. اهلا يا استاذ احمد. اهلا بك يا استاذ خالد. اهلا بيك. ممكن تقول لي اصل المعلومات اللي عندك ايه لو سمحت؟ المعلومات احنا من اسبوع بعد الاهالي اتصلوا بيا، قالوا ان في ولادهم كانوا رايحين يشتغلوا في ليبيا في مراكب الصيد هناك، واخبارهم انقطعت من حوالي 7-8 ايام. فحاولنا نعمله بعض التحريات وبعض نساله بعض جمعيات الصيادين اللي هم في ليبيا اللي احنا نعرفوها او بعض بتاع، للاسف ما توصلش لاي نتيجه. لحين امبارح اتصل احد الصيادين، 4 من الصيادين اللي كانوا مع في نفس الرحله، وقالوا ان كانوا راكبين 2 مركب صغير زوره اسمه لانش او زوره. منهم واحد قال ان احنا غرقنا الاحوال الجويه، انقذوا 4 والباقي ما يعرفوش ما ايه اللي تم بالنسبه لهم. في القانون في حالات الغرق في البحر، في القانون البحري ممكن مركب يغرق يكون معدي مركب ثاني تجاري فياخدهم على اقرب ميناء يروح يوديهم فيه. لغايه دلوقتي المعلومات المؤكده عندنا اللي فيه ال 30 طياب طلعوا من كفر الشيخ ومن اسكندريه، الاغلبيه من كفر الشيخ لبرج مغيزه، اللي نجا منهم 4 تم. ايوه بس انت ما عندكش تاكيد انهم غرقوا، يعني ممكن يكون مركب تاني نقلهم. لا انا بقول لحضرتك ال 30 طلعوا من هنا، في غرق حصل غرق، في 4 تم انقاذه، التانيين احنا اعتبروهم 26 في حال انهم حالات مفقوده. قد يكون زي حضرتك ما قلت مركب تانية انتشالهم في دولة تانية مستلم على بيانات من أي جهة تانية، أو ممكن يكونوا غيره، لكن البيان الأصلي إن في 30 صياد، في 4 تم انقاذه، في 26 مفقودين. ليه بتقول إن تم إيداعهم السجن؟ بعد ما حضرتك المعلومات اللي عندنا اللي هي من حركة الصيادين المتصلين بزاويهم اللي هم الأربعة، بعد ما عالجوهم ودوهم جهة التحقيق في طرابلس، بعد كده اتصلوا قالوا ده هم رايحين من طرابلس مودينا السجن في حته مدينه الخمس، في مدينه الخمس نفسها. طيب بما انك نقيب الصيادين في كفر الشيخ، هل الصيادين دول ده صيد شرعي ولا صيد غير شرعي؟ لا هم كانوا رايحين حضرتك متجهين يشتغلوا في مراكب في هناك موجود في ليبيا، مراكب مصريه ليبيه مشتركه. يعني وجودهم في هذه المنطقه شرعي ولا غير شرعي؟ لا هم كانوا رايحين بطريقه غير رسميه. غير رسميه. طيب انتوا ليه ودورك كنقيب ليه ما بتحاولوش تمنعوا الصيادين من انهم يعرضوا حياتهم للخطر؟ واحنا كل يوم اذا ما كانش خطر غرق فلو اتقبض عليهم بيدخلوا السجون وتبقوا محتاجين الدوله تتدخل وحاجات كده، ليه المخاطره بحياتهم؟ سيادتك يا استاذ خيري احنا الكلام ده احنا مقررين بيه ومش هنهنفه ونقوله لا مش هنكذبوه ولا هننفوه، لا الكلام موضوع. لكن احنا قلنا من الاول جهاز الحكومة النقابة ليست لها سلطات انها تمنع صياد يروح او يجي، ممكن في صياد يلتزم لخوفا على اسرته وعلى حياته، في صياد مش ملتزم. احنا طلبنا من الدولة رئاسة الجمهورية مشكورة كلفت وزير الزراعة السابق والحالي ان يقعد معانا نعرض وجهة نظرنا ودراسات، ادينا دراسات موجودة بحل مشاكل الصيد في مصر لن تكلف الدولة من ليه بتكلفات رئاسة الجمهورية، قعدنا مع الدكتور صلاح هلال بعد ما مشينا بقى لنا 4 شهور رموا الورق، بعد ما مشينا رمى الورق وانا ما اعرفش ايه القرار فيه. قرارات وزاره الزراعه هي السبب الرئيسي في تدمير الثروه المائيه في الساحل المصري، ادت الصيادين الى الخروج والبحث عن الرزق والمخاطر وتعرضهم للحياه للخطر. احنا قلنا هنا وكان السفير بدر عبد العاطي ايام ما كان ماسك متحدث وزاره الخارجيه عمل طلب عن طريق الوزاره لرئيس الوزراء اساس يحصل اجتماع بين وزاره الزراعه وهيئه الثروه السمكيه والنقابه ووزاره الخارجيه وجهات امنيه لحسم الموضوع المشاكل فين وعشان المعالجه ليه. النهارده فوجئنا ان الاستشاري احمد ابو زيد بحسب وزاره الخارجيه طالع يشتم النقابه ويشتم الصيادين يشتم باسلوب غير مقبول. طيب خليك معايا، اصل انا مش متوقع ابدا ان حد من الخارجيه
والمستشار احمد ابو زيد معانا على التليفون يشتم. طرح قال ان طرح سيادتك قال ان احمد نصار ده راجل مدعي ومفيش حاجه من دي واحنا بنتكلم مستضيرني. طيب خليك اسمع بنفسك، انا معايا المستشار احمد ابو زيد. مساء الخير سياده المستشار. اهلا وسهلا استاذ خيري. اهلا سياده المستشار. خليني الاول بالنسبه للمعلومات، اكيد الخارجيه اتحركت وسالت عن مصير الصيادين المصريين الذين قيل عنهم ان بعضهم غرق على الحدود الليبيه. استاذ خيري خليني في يعني اوضح في البدايه انه زي ما حضرتك تعرف انه ما فيش سفاره مصريه ولا قنصليه مصريه ولا تواجد مصري على الارض دبلوماسي على الارض في ليبيا. نعم. وبالتالي احنا بنتكلم عن المجهول، بنتكلم عن البحث عن قشه في المجهول. نعم. وبالتالي ده اللي بيخلي الواحد دايما بيقول انه يعني لازم نحدد من البدايه المسؤوليه بتقع فين. وزاره الخارجيه يعني اصدرت العشرات من التحذيرات لاخواتنا وابنائنا من الصيادين بعدم الصيد في المياه الاقليميه لدول اخرى، بعدم اختراق وانتهاك سياده دول اخرى، خاصه يعني خصينا في هذه التحذيرات المناطق ذات الخطوره العاليه زي ليبيا، زي الاماكن اللي فيها ارهاب، اماكن اللي ما فيهاش سلطه للدوله على الاراضي بتاعتها. وبالتالي يعني ليبيا هي المثال يعني الاكبر لمثل لا. تلك المناطق الخاصه دي نمره واحد. النقطه الثانيه، النهارده البيان علمنا بالخبر في الصحف من تصريحات للاستاذ احمد نصار، وعلى طول السؤال الناس والاعلام ما بيجيش يسال الاستاذ احمد نصار باعتباره هو صاحب هذا التصريح، ولكن بيجي يسال في وزاره الخارجيه ايه تقديركم، ايه معلوماتكم. تمام. طبعا انا بقول لحضرتك ان احنا ما عندناش تواجد على الارض، احنا لدينا سفير متواجد في مصر، ولكن ورغم ذلك يسعى هذا السفير من خلال اتصالاته على الارض ومع السلطات الليبيه للحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومه حينما ترد الينا المعلومه. نعم. فهنا كان التحرك بدا من هذه المعلومة التي وردت في الصحف، والتي كان يجب يعني توضيحها، ايه مصدرها حتى على الاقل، ايه مصدر هذه المعلومة وايه دقتها، ولا تسأل في ذلك وزارة الخارجية. ولكن على كل الاحوال تحرك السفير المصري في ليبيا واجرينا اتصالات على مدار الثلاث ساعات الاخيرة بحيث نشوف ايه مدى دقة الكلام اللي بيقال. ما قيل هو ان في 30 صياد مصري غرقوا، وفي 4 يعني نجوا من هذه الحادثة. نعم. معلومات اللي تمكننا من الحصول عليها حتى الآن، وهقول تاني دي أول مرة بأعلن هذا الكلام، وهذه معلومات أولية وردت لي من نصف ساعة، إنه هناك مركب صيد خرجت من برج رشيد بكفر الشيخ يوم الخميس 20 أغسطس. نعم. على متنها 16 صياد. نعم. هذه المركب التقت بزورقين في عرض البحر أمام السواحل الليبية. الزورقين الليبيين يملكهما مواطن ليبي. كل زورق أخذ 8 من المصريين ودخل بيهم داخل المياه الليبية في اتجاه الأراضي الليبية. ليه؟ معرفش. نعم. داخلين يصطادوا؟ معرفش. داخلين يعملوا حاجة عمل غير شرعي؟ معرفش. وبالتالي دخلوا جوه. أحد هذين الزورقين فقد فين؟ ما نعرفش. أخذ الزورق الآخر حصل فيه غرق 4 أشخاص، منهم 3 مصريين وواحد فلسطيني. نعم. 3 مصريين وواحد فلسطيني. تمام. والباقي نجا 4 أشخاص، وهم الآن موجودين في نيابة الخمس في شرق طرابلس. تتواصل السفارة المصرية مع السلطات الليبية والسلطات المحلية الليبية. وتاني هكرر لحضرتك، حضرتك تعلم إن هذه مسألة ليست سهلة. نعم. وتعلم من هم في طرابلس، وتعلم من هم في غير طرابلس. وبالتالي يجب يعني التروي في هذه المسائل وترك الجهات الرسمية لتعمل وتتواصل كي تحصل على المعلومة وتسعى إلى تخليص هؤلاء وعودتهم إلى أرض الوطن.
فاذا المعلومه بتقول ايه؟ المعلومه بتقول انه في 3 مصريين غرقوا و8 مختفين. و8 مختفين، مش ان في 30 غرقوا. نعم. وعشان كده انا بقول هذه المسائل لا يتم الاعلان عنها بهذه البساطه وفي الصحف وفي وسائل لابلاغ المعلومه كي تتحرى الجهات الرسميه تتحقق وكي تتمكن من اتخاذ الاجراءات اللازمه لمساعده اخواتنا وابنائنا الصيادين. ده كلام محترم جدا سياده المستشار، خليك معايا معلش يا استاذ احمد. ايوه يا باشا. تسمح لي يعني انا بعيدا عن سياده المستشار، الحديث من البدايه وتصريحات حضرتك كلها عن غرق 30، الا ترى وانت كما يطلق عليك نقيبا للصيادين انك بتروج او بتقول معلومات غير دقيقه؟ ممكن يا استاذ خيري، بعد احترامي لحضرتك وسياده المستشار، انا ما بقولش لا بنجي ولا بقول المركب لما يطلع فيها 16 واحد، مع احترامي كلام السيد المستشار، عم يطلع يعني ما الناس سابوا المركب نزلوا في، انا بقول لحضرتك زور ايه وطالعين بطريقه وواصلين رايحين بطريقه غير ما غير ما غير ما قانونيه، انا اللي قلت مش السيد المستشار. حاله يقتل ان هسيبوا المركب في الهواء كده ويركبوا 16 واحد؟ اولا الاخ الفلسطيني بيقول عليها دي معاها جنسيه مصريه، اللي هم ام مصريه من مدينه ابو ايه، معاها جنسيه مصريه. ثاني حاجه عم السيد المستشار السيد السفير بدر عبد العاطي كنا متصل معاه كان تليفونه معايا وكنت في تواصل قبل الاعلان، كنا متصلوا بيه المستشار، طلبت تليفون اكثر مره من الموظفين في السفاره رفض الزور. عم يطلع السيد السفير المستشار يطلع قدام المدعي، انا حضرتك يبقى كده سابه وسابه وقصر، بحتفظ بحق القانوني لدى السيد المستشار. طب قبل ما نتنقل لحقك القانوني، يعني انا بكلمك في جزئيه اخطر بكتير من حقك القانوني، انا بكلمك في القول عن 30 غريق. أنا مستعد أقول لحضرتك أسامي الناس اللي وصلت اللي في بيوت، أنا في وسط ما هو حتى لو 30 أنت حضرتك ما تقدرش تقول إنهم غرقوا، يعني ليس لديك يقين. يا أستاذ خير أنا عارف كلامك كويس ومحدد، قلت تم في 30 صياد ما حصل لهم كارثة، في 4 تم انقاذه وزي ما قلت لحضرتك في البداية، وفي 26 مفقودين، المفقودين قد يكون مركب تجاري معدي شاف الحادثة، ودي حصلت بتحصل كتير، خاتم لأي دولة تانية. أنا ما قلتش ال 26 غرقوا، أنا قلت حصل حالة. التصريحات المنسوبة ليك يعني قد تكون خطأ، بس أنا شفتها في أكثر من موقع ومواقع. تصريحاتي كلها أستاذ خيري، أنا بقول حصل حادث ل 30 صياد، 4 تم انقاذه و26 حادث المفقود، المفقود ده معرض إنه يجي يرجع تاني يكون حي أو أنت حي. وأنت في المكالمة قلت لي كام رقم لغاية دلوقتي؟ 3 أرقام مختلفة عن اللي اختفوا أو اللي غرقوا. 30 صياد. ابتدينا ب 30 أربعة طلعوا تم انقاذهم في ليبيا و26 بحث المفقودين، ده كلامي على جميع التصريحات حتى مع حديث مع حضرتك. 30 صياد، 4 تم انقاذهم، المستشار أكد إن في 4 تم انقاذهم فعلا، ال 26 أنا بقول مفقودين، لا قلت غيره ولا قلت لا حيين ولا ميتين، أنا أقول مجهول مصيرهم حتى الآن. طيب. لكن المركب عشان يطلع فيها 16 يركبوا في زروعين ويسيبوا المركب فاضي 8 مليون جنيه. دي المعلومات الرسمية اللي جاية للدولة المصرية، للحكومة. فدي المعلومات اللي جايه من الطرف الاخر. بشكرك جدا، بشكرك يا استاذ احمد، بشكرك سياده المستشار. اخيرا حتى الان المعلومات لدى وزاره الخارجيه ان في 3 مصريين وواحد فلسطيني غرقوا وفي 8 مصريين مختفين وفي 4 يتم التحقيق معهم. سياده المستشار، طيب واضح ان الخط قطع. اذا المعلومات المؤكدة الآن الرسمية حتى يتضح الأمر هم 16 ولا 30، إن في 3 مصريين وواحد فلسطيني غرقوا بالفعل، وإن في 8 مصريين اختفوا، وإن في 4 مصريين تم إسعافهم وتم إحالتهم للنيابة للتحقيق معهم. دعونا ننتقل إلى ملف آخر وهو ملف الانتخابات. فجأة الانتخابات واحنا على ابوابها والامن بيجري استعداداته وهنبتدي 18 اكتوبر خلاص، والقوايم تستعد والفرد يستعد وبدات الناس تنزل اعلانات، هناك حركه من الاستقالات الغريبه في الاحزاب المصريه. الحركه الوطنيه امبارح شفنا المستشار يحيى ادري، النهارده حزب المصري الديمقراطي الدكتور محمد ابو الغار بيعلن انسحابه منه،
وبيقول انه بذل محاولات كثيرة لحل ما وصفه بأزمة الشلالية الحزبية، لكنه وجد صعوبة في حلها، ورأى ان المسؤولية تحتم عليه الاستقالة لأنه غير قادر على العمل. خلونا معايا الأستاذ أحمد فوزي، الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الخير يا أستاذ خيري، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ أحمد. ما صحة استقالة الدكتور محمد أبو الغار من رئاسة الحزب؟ لا، ده كلام مش مظبوط ومش صحيح. ده بإيميل بعته الدكتور أبو الغار داخلي لمجموعة من الناس اللي موجودة في الحزب، منهم أنا وخيرات موجودة في الحزب، وأعتقد بعض أعضاء الهيئة العليا. طبعا سابق الصحفي انه يجي لحضرتك ويجي الجرايد تانية والصحف تانية، انا اسف ان انا اوصف الشخص اللي سربه انه شخص منحط، انا متاسف. ده شيء ما يخصش حضرتك ولا يخص الصحفيين ولا الاعلاميين. انتوا من حقكم ان انتوا لما تلاقوا خبر زي ده تزعوه، ده حاجه بيبعتها لنا الدكتور. انا ما بزعوش، انا اول سؤالي ليك ما صحه الخبر؟ لا مش مظبوط، مش صحيح. احنا لحد اللحظه اللي احنا فيه ده طلب اعفاء من الدكتور ابو الغار لاسباب يطول شرحها، انا مش مطالب ان انا اقولها لحضرتك في الاعلام. طيب حضرتك قلت لي في الاول ان هو بعت لكم ايميل. ايميل. الايميل ده بيطلب بيقدم فيه الاستقاله. يعني هو بشكل عام، وده لم يناقش داخل المؤسسات الحزبيه، ولسه في محاولات بتبذل مع الدكتور ابو الغار لانه يكون موجود معانا ومكمل معانا في الوقت اللي هو موجود. وما تنساش حضرتك ان الدكتور ابو الغار اعلن اكتر من مره باكتر من مناسبه ان دي اخر وقت هيكون فيه رئيس الحزب. يعني هو طيب. ما بس استاذ احمد خليني اتحفظ على الكلمه بعد الخبر، بمعنى طبعا. انا كنت قابل الكلمه لو الخبر مفبرك تماما. اي صحفي يستطيع حضرتك، انت بقول لك ده حد من عندنا احنا صحفي. اكتر من مش من عند حضرتك، بالعكس من عندك. واجب على حضرتك ان انت لما يوصل لك حاجه زي كده او اي اعلان تمام، طالما صحيحه يبقى من حقه انه ينشرها. طبعا. لا انت بتكلمني على عمليه التسريب اللي من الداخل. من عندنا احنا، من عندنا احنا. طيب خليني افهم منك، لان المساله اكبر من مجرد هي استقاله الدكتور ابو الغار مؤشر غير جيد. لا الحاجه ان الدكتور ابو الغار احنا ما بنتعاملش معاه رئيس حزب، هو مش رئيس حزب تقليدي. الدكتور ابو الغار زعيم من زعماء حركه التغيير في مصر، فاحنا احنا هو كان راجل اعلن اكتر من مره انه هو مش عايز يكمل بعد الانتخابات البرلمانيه وبعد المؤتمر العام، واحنا كنا قريبين من اجراء المؤتمر العام. خلافات سياسيه موجوده زي ما موجوده في اي تنظيم سياسي. رايي مثلا في الانتخابات البرلمانيه ممكن تكون مختلفه عن رايه، اداره حاجات معينه تكون موجوده، فالراجل طلب ان احنا نتناقش في الموضوع. وكنا واصلين لحلول معقولة جدا في إدارة الانتخابات البرلمانية، واصلين لحلول معقولة جدا في إدارة المؤتمر العام، فهو بعت مع ممكن يكون ما عجبوش الحاجات، احنا المهم احنا دي أمور لسه بنناقشها داخل الحزب، وأنا واثق إن الدكتور أبو الغار هيتراجع على الاستقالة بتاعته، واثق من الحكاية دي، ولو ما تراجعش الدكتور أبو الغار على الاستقالة بتاعته، هيفضل داعم للحزب، وإحنا عندنا مؤسسات حزبية هتقدر تحسم الأمور دي. طيب أستاذ أحمد، هي الاستقالة أو غضب الدكتور أبو الغار لأمور داخل الحزب ولا للحياة الحزبية ومشاكلها في إعداد القوائم والتحالفات؟ لا احنا اصلا مش طرف في اي تحالف ولا طرف في اي قوائم، احنا نازلين نتخوى اصلا. يا استاذ خيري اي كلام عن تحالفات ده كلام ناس يعني مش موجودة في الحياة. انت بتتكلم عن انتخابات 90% منها فردي، مش تحالفات في الفردي. احنا داخلين الانتخابات فردي ب 60 او 65 مرشح، دول محسومين. انما في امور اخرى ضغط على الدكتور ابو الغار في الحياه الحزبيه بشكل عام. انا اسف يعني حضرتك مثلا ما كلمتنيش ولا كلمت الدكتور ابو الغار بقالك 6 7 اشهر، انا متاسف ان انا بقول لك كده، انت راجل اصلا بتقبل النقد ودي طبعا في امور، انما لما يحصل ان يحصل مشاكل داخل الحزب فبتكلمنا، لاننا ما كناش عارفين الانتخابات امتى فكنا هنتكلم في ايه. ايوه الحياه الحزبيه في مصر بشكل عام يا استاذ خيري بتمر بازمه. نعم. في مناخ ضغط على الاحزاب، الحزاب دي بتتشتم من يوم يعني ما خلصنا دورنا كجبهه انقاذ، واتنسى دورها ان هي كانت لعبه دور مهم جدا في ان الاخوان مشوا، واتنسى الدور اللي احنا واجهنا بيه الاخوان، والناس كلها طالبه من الاحزاب ان هي تبقى سوبر مان والساحر مدحت، ومش مطالب منها ان هي تتعافى، وعليها كل المشاكل والمسؤوليات من اول التفجيرات اللي بتحصل لحد القمامه اللي موجوده في الشارع، طالما لاخ ضغط على اي حد بيشتغل في الاحزاب في مصر، وتخوين وشتيمه وطابور خامس وعملاء ومش عارف ايه، لمجرد ان احنا ممكن نقول راينا في اي حاجه. شخص بقيمه الراجل ده ممكن يكون تعب. نعم. في اطراف جوه الحزب بس جاي تعب قبل خطوات اخيره من الانتخابات، احنا مش عايزينه يتعب. لا هو ده شيء ممكن يكون خص فيه، وزي ما بقول لحضرتك الامور لسه ما بقتش محسومه ان شاء الله ما تحسمش كده. حتى الانتخابات دي مش مساعدانا احنا كاحزاب داخل الانتخابات،
الموضوع بالنسبه لنا صعب يا استاذ خيري. النظام الفردي واحنا حذرنا منه اكتر من مره، احنا لولا ان احنا ما يتقالش علينا ان احنا مقاطعين خط الطريق، ولولا ان احنا شايفين ان احنا مقاطعتنا للانتخابات البرلمانيه ده معناه ان الحزب بينتهي او ان احنا ما نبقاش متوافقين مع المواطنين، كنا قاطعنا الانتخابات، لان المناخ مش بتاعتنا ان احنا نعمل انتخابات، الفلوس اللي بتتصرف بالطريقه دي مش بتاعتنا ان احنا نعمل انتخابات، النظام الانتخابي ده مش بتاعتنا ان احنا نعمل انتخابات، ومع ذلك احنا مقررين خوض الانتخابات وهنقول للناس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اللي بقاله اكتر من 7-8 اشهر بيدي مثل في اشياء كثيره، سواء لما كان مخرج الحكومه واتشتم، سواء من الناس اللي كانت شايفه ان احنا المفروض ما ندخلش الحكومه او ما خرجناش، لما كان موجود في الجمعيه التاسيسيه تحمل مسؤوليته الوطنيه، لما كان موجود في البرلمان ب 19 نايب، انا رايي الشخصي انه كان ارقى خطاب من احزاب الديمقراطيه اللي كان موجود ضد الاخوان. هنكمل مسيرتنا، مقدمين شباب الناس هتنبسط منهم جدا، مقدمين مواطنين في المحافظات مبسوطه منهم جدا، وانا واثق ان الدكتور محمد ابو الغار حتى لو مش مقرر وصمم انه ما يبقاش رئيس الحزب، ان احنا هنعدي الامر بمؤسساتنا الحزبيه الديمقراطيه وهيفضل داعم وساند لينا في الانتخابات البرلمانيه اللي جايه. ربنا يوفقكم ان شاء الله، احنا نتمنى وحريصين على وجود الحزب في الانتخابات وحد بقيمه الدكتور محمد ابو الغار. بشكرك جدا استاذ احمد فوزي. وزاره الداخليه كان في اجتماع للسيد وزير الداخليه لمتابعه الاجراءات الامنيه التي تتم لتوفير اجواء امنه للانتخابات البرلمانيه. اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخليه للعلاقات العامه والاعلام، مساء الخير سياده اللواء. مساء النور يا استاذ خيري. اهلا يا فندم. سياده اللواء، ماذا دار في لقاء اليوم وزير الداخليه؟ ما هي التعليمات والتوجيهات؟ ايه الضمانات ان الانتخابات ستكون نزيهه تماما في حمايه الامن المصري؟ هو الاجتماع بتاع النهاردة ده يعني زي ما أشرت من قبل إن هو بيأتي سلسلة الاجتماعات اللي بعقدها سيادتي لمتابعة الأداء بصفة عامة والاستعداد للانتخابات المقبلة بصفة خاصة. الاجتماع سيادته استعرض فيه آخر الاستعدادات الأمنية اللي اتخذتها أجهزة الوزارة لتأمين الانتخابات البرلمانية القادمة ولضمان سير العملية الانتخابية في مناخ آمن يضمن إدلاء المواطن بصوته بحرية كاملة. وقال ان هو لا مجال للتهاون ازاء اي محاولات تعكر صفو مسيره التحقيقات الدستوريه، وان اجهزه الامن ستطلع بمسؤوليتها الكامله في هذا الصدد. وسيادته يعني استعرض جاهزيه القوات في كافه المواقع المشاركه في العمليه التامينيه وتوافر التجهيزات اللازمه للقوات التدخل السريع اللي هيتم الدفع بيها لتامين المجمعات الانتخابيه. ووجه بتوعيه الضباط والافراد بواجباتهم ومسؤولياتهم، وأكد وشدد على مساعدة المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم العون لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وتؤكد أيضا على أن دور الوزارة في الانتخابات ينحصر في إجراءات تأمين اللجان وتقديم الدعم اللازم لتجهيز المقر الانتخابية، وأن كل القوات المكلفة بالتأمين هتتواجد خارج اللجان أو المقر الانتخابية وغير مسموح لها على الإطلاق الدخول الى داخل المقرات الانتخابيه الا بناء على طلب من السيد عضو الهيئه القضائيه. نعم. ايضا شدد على استمرار الحفاظ على ارتفاع مستويات الاداء الامني ومكافحه الجريمه الجنائيه والارهابيه على حد سواء في ذات الوقت اللي بتتخذ فيه الاجراءات اللازمه لتامين العمليه الانتخابيه. نعم. نهايه اللقاء سيادته اكد على ثقته في ان رجال الشرطه جميعا قادة وضباط وأفراد وجنود مدركين وملمين بواجباتهم ومسؤولياتهم للمرحلة الراهنة، وقال إن هم حريصين على أداء واجبهم في تأمين هذا الاستحقاق لوازع وطني خالص للوطن والشعب، غير عابئين بما يبذلوه من جهود وما يقدموه من تضحيات في سبيل أمن واستقرار الوطن. بشكرك جدا سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام. معانا المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات. مساء الخير سيادة المستشار. مساء الخير يا أستاذ خيري. مساء الخير يا فندم. يومينكم سيادة المستشار، يومين تعب. معلش كله يهون علشان مصر. إن شاء الله. سيادة المستشار، ما هي آخر التطورات بالنسبة للتقديم وماذا عن الجمعة غدا؟ ماذا سيحدث؟ الجمعة بكرة معالي المستشار أيمن عباس وإن العمل يبدأ من 9 حتى 11:30، ثم يستأنف مرة أخرى من 1 حتى 5 مساء. فترتين يعني. آه.
طيب. ساعة ونص علشان صلاة الجمعة. نتائج أو مجموع ما تم من التقديم حتى الآن، إيه هي المشكلات اللي حضراتكم محتاجين توجهوا رسالة فيها لكل من يتقدم بأوراقه للانتخاب حتى نيسر على الناس ويشوفوا يتعلموا من أخطاء غيرهم؟ الكشوف الطبية، إحنا قلنا اللي عايز يقدم يعمل حسابه إن الكشف الطبي بيستغرق 72 ساعة. ما ينفعش يجي يوم 12 او يوم 11 او يوم 10 حتى ويروح يكشف طب. فلازم يبقى عامل حسابه من دلوقتي ان في 3 ايام على الاقل لازم يستلم فيهم التقرير. اصحاب الكشوف السابقه، الكشوف السابقه احنا اعتدينا بيها علشان نخفف من الازمه كتير، واعتقد انها خفت. نعم. وكل الاوراق اللي السابق تقدمها وموجوده لدى المحاكم هيعتد بيها وفقا لتوجيهات اللجنه العليا. اللي عايز يقدم جديد سواء كان معاه تقرير طبي قديم او شهاده قيد قديمه هينفع ان هو يقدمه. اللي مش هينفع يقدمه بس الفيش لانه له تاريخ صلاحيه. نعم. حضرتك فيعمل فيش جديد ويقدمه مع الورق بتاعه. سياده المستشار، هل هناك حصر بالاعداد التي تقدمت حتى الان؟ يعني احنا باليوم وصلنا 3720 لحد النهارده 3720 بالظبط على مستوى محافظات مصر. بس كل المحافظات فيها تقديم. يعني كل المحافظات فيها مرشحين. كل المحافظات فيها، ما فيش محافظه ما فيهاش. بالظبط كده، او ما فيش دايره ما فيهاش، او ما فيش دايره كمان بالدوائر. طيب ده كلام كويس قوي. بشكرك جدا سيادة المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات. وفي إطار الانتخابات قال الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أن هناك مسؤولين بالبيت الأبيض والخارجية الأمريكية والكونغرس يتواصلون مع الأحزاب السياسية في مصر قبل فترة الانتخابات البرلمانية، وقال أن دي لقاءات طبيعية وعادية، وقال إن أمريكا دايما ما تحرص على استطلاع رأي الأحزاب قبل أي انتخابات برلمانية مصرية لمعرفة أجندتها وبرنامجها وموقفها من أمريكا. طب مش عايزين يعرفوا موقفها من روسيا، من أمريكا بس، وبيعرفوا أجندتها علشان إيه؟ عشان ممكن يلعبوا دور إيه. ودائما ما تفتح قنوات اتصال مع الأحزاب. وأشار إبراهيم إلى أنه لا يوجد حزب طلب منه أن يساعده في التواصل مع أمريكا، طلب منه، ما فيش حزب طلب منه أن يساعده في التواصل مع أمريكا. لافتا إلى أن آخر قوى سياسية طلبت منه التواصل مع مسؤولين أمريكيين كانوا الإخوان المسلمين عقب ثورة 25 يناير. علينا أن نتقبل ده وناخده خبر عادي. فالدكتور سعد شايفه عادي، فطالما عادي وهيعرفوا أجندته وموقفه من أمريكا وخططه وبرنامجه، طيب لو عجبهم هيعملوا إيه؟ ولو ما عجبهمش هيعملوا إيه؟ طب هيساعدوه إزاي وهيمنعوه إزاي؟ هي مش أول مرة، هي بتحصل عيني عينك، لكن مفيش حاجة اتغيرت أبدا، هي كل حاجة زي ما هي بحطت إيدك. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حوار لقناة تشانل نيوز قال أن الانتخابات ستتم دون تدخل حكومي وفي إطار من النزاهة والشفافية. ورد الرئيس على سؤال طرح عليه حول مدى إمكانية فوز ممثلين عن تيار الإسلام السياسي في الانتخابات قال إن الشعب المصري غضبان من التيارات التي صنعت أعمال عنف وإرهاب، ونجاحهم في الانتخابات مرتبط بمدى تقبل المصريين من عدمه لأي مرشح محسوب على هذا التيار. وقال ان في جزء، ان جزء كبير من ادبيات الاسلام السياسي نظري ولم يختبر مع واقع الدوله والبشر ومتطلباتهما، وعندما يتولى السلطه يتفاعل بالشكل المناسب ومش بيحقق نجاح. خلونا نروح حاسبكم واطلع فاصل مع تقرير او جزء من حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن خلينا اقول لكم عندي ايه النهارده. انا النهارده هي ليله توك توك. ليلة التوك توك بمعنى ثقافة التوك توك. التوك توك اللي دخل وبقى بيدي إيحاء، أول ما تسمع كلمة توك توك يعني أنت بتتكلم عن منطقة شعبية. لا، أنا بتكلم عن قطاع كبير من الشعب المصري. طب أنت بتتكلم علشان تقول التوك توك ظاهرة سلبية يجب مواجهتها. عايز أقول أنه قد يكون ظاهرة إيجابية في بعض الأحيان. الاتنين موجودين. التوك توك خطر
ومن عناصر الإرهاب. التوك توك من عناصر إعاشة أسر كثيرة جدا. التوك توك سببا للاغتصاب. التوك توك وسيلة لنقل بعض البشر لأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات فيمنعهم من الاغتصاب. يقود التوك توك تجار مخدرات مدمنين متعاطين. يقود التوك توك ناس بتعول أسر، خريجي جامعات، ناس خرجوا على المعاش وفتحين بيوت. توك توك بيشتغل فيه تقريبا كده إجمالي العائلات يزيد عن 10 مليون ولا حاجة. لما نعرف عندنا تقريبا أكتر من 500,000 توك توك، كل توك توك بيشتغل عليه 3، كل واحد بيعيل كام، فهتعرف إن العدد كبير قوي. التوك توك حالة من الفوضى، في تكاتك كتير ملهاش ترخيص، مش موجود لها أي رخصة. الدولة ما تعرفش عنها حاجة، الدولة هي اللي واقفة، سرخصت شوية ومنعت شوية، محافظة بتقول اه ومحافظة بتقول لا، محافظة بتمشي في الشارع ومحافظة ما بتمشيش، في الجونة محتفى بيه ومظهر لطيف. دول عديدة استخدمت التوك توك وما عندهاش مشكلة، ومظهر سياحي، مظهر حلو. في ده وفي ده. التوك توك فرز غناء خاص بيه لأنه بيعكس ثقافة ما. هذا الغناء هو الجزء الآخر من هذه الحلقة. في أغاني المهرجانات يعني، وده مفهوم جديد علينا شوية. في فريق عمل اسمه فرقة اسمها شبيك لبيك، لهم أغنية أو مهرجان، كلام كتير جدا، قاعد أقرأ الكلام اتخضيت يعني. مفيش صاحب بيتصاحب، تعظيم سلام من غير كلام، عزبة محسن ناس تمام، مفيش صاحب يتصاحب، مفيش راجل بقى راجل، هنتعامل هيتعامل، طلع سلاحك متكامل، هتعورني هعورك ونبوظ لك منظرك، هتجيب ورا تصبح مرة، مالكش قيمة وسط البشرية، واقف سندال بجدارة، هتبقى راجل مية مية، بلاش فشخرة منظرة، ما تهرشت كل الحكاية، والحكاية من البداية، اسمعوا يا خلقه، صاحب راجل صاحب فاجر، صاحب بيزقك في مشاكل مانيش قادر مانيش فاكر، دي الصحوبية بتتهاجر، اولاد سليم اللبانين في اي حتة مسمعين وهتسمعوا. حتى الان هذا المهرجان دخل عليه أكتر من 10 ملايين، وهي الأغنية الأشهر في عالم التوك توك. ناس كتير على تويتر بعتيني يقولوا له إيه ده، أنت تكتكت قوي يا خيري، إيه اللي مدخلك في العالم ده؟ أنت كده بتدي فرصة لناس يجب ما تظهرش. ليه يجب ما تظهرش؟ أنا لم أقدم بذاءة ولا هم بيقولوا كلمات بذيئة، هم بيعكسوا واقع جايز ما نكونش شايفينه. أنا شغلني أكتر من الأغنية والغناء معاني الأغنية، الفلسفة اللي بقى فيها هتعورني هعورك، فكرة الوش، فكرة انعدام القيمة، فكرة البيه الغشاش اللي بمليون وش، فكرة الغلبان اللي بيداس، فكرة ناس حاسة بتهميش، حاسة انها مش موجودة. فكما خلقوا او اخترعوا التوك توك وسيلة فرضت نفسها، بيغنوا غناهم وبيفرضوه. هل الطبيعي اننا نفتح شباك ونبص عليهم؟ جايز نشوف اللي مش شايفينه، جايز نفهم منهم ان احنا عايشين بمعزل عن مجتمعنا اللي بيمثل غالبية الشعب المصري. انت بتتكلم عن كام مليون تحت خط الفقر، كام مليون من الطبقة المتوسطة ليس لديهم وسيلة الا هذا التوك توك، كام مليون كانوا بيركبوا عربيات كارو اذا لقوا عشان يدخلوا مناطق ما تعرفش تمشي فيها على رجليك. حاجات المجتمعات العشوائية والمناطق الشعبية في مصر مرت بمراحل تدهور عديدة جدا، وكان لازم انها تخلق وسائل مختلفة، سواء في الحياة، في المشي، في الضحك، حتى في الغنى. هؤلاء نجوم هذه المناطق التي تمثل غالبية الشعب المصري اللي ما بننقلهاش في التلفزيون قوي. احنا دايما بنجيب لكم الناس اللي حاطين برفيوم، اللي متسرحين ورايحين للكوافير الشيك قوي، اللي بينظروا بيتكلموا كويس. الناس دول من حقهم انهم يطلعوا ونسمعوا. هل يا ترى بعد ما نسمعوا هنبقى مختلفين معاهم ونقول لهم انتوا بتمثلوا انحطاط وقيمه وضيعه، ولا هنقول لهم انتوا بتعبروا عن مجتمعكم اللي هو موجود حقيقي ونتكلم فيه؟ نلتقي بعد الفاصل. مصر امنه ومستقره، وفي جهد كبير جدا بيبذل عشان يبقى في استقرار وفي امن بشكل دائم في كل ربوع مصر. زي كل الانتخابات اللي فاتت بتجرى في جو شفاف
ونزيه دون تدخل من الحكومة. هي المشكلة اللي موجودة في مصر دلوقتي إن الشعب المصري غضبان جدا جدا، غضبان من التيارات اللي هي عملت أعمال عنف وإرهاب. فالأمر مش مرتبط بالسلطة خالص، هو مرتبط بالمزاج العام للمصريين ومدى تقبلهم من عدمه لأي مرشح محسوب على هذا التيار. حتى من بعد 30/6 كل الحكومات اللي كانت موجودة كانت حكومات مدنية بالفعل. أنا عارف إن الصورة ممكن ما تكونش واضحة للخارج من الإعلام يمكن، وإحنا ما قدرناش نوصل الصورة الحقيقية للواقع المصري، لكن الحكومة اللي موجودة هي حكومة مدنية، كل اللي فيها مدنيين. فيما يخص وزير الدفاع، هما بيتقدموا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمرشح يتم الموافقة عليه من عدمه، وده أمر ملوش علاقة بالدولة المدنية والحكومة المدنية على الإطلاق، هو باختيار وتعيين من يمثل ويدير القوات المسلحة.